السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. خير الكلام بالموسم الخامس 1439 هجريا 2018، بفضل المولى سبحانه وتعالى ثم بفضل دعائكم وتشجيعكم نحن عم نصور الموسم الخامس ولكن بفكرة جديدة. حبينا هيدي السنة بانه تكونوا انتو شركائنا بهالبرنامج، انتو يلي عم تعملوا اعداد هالبرنامج، وانتو يلي عم بتشاركونا بتصوير كل حلقة من حلقاته. طلعت الفكرة براسنا انه خلينا هيدي السنة نعكس شي يلي عنده مشاكل عند الناس، معاناة، اسئلة، استفسارات. على مدى اشهر كان عم ينزل اعلان لهذا البرنامج بمختلف الوسائل، والحمد لله صار في تجاوب كتير كبير. رحنا على بيروت، طرابلس، البقاع، الإقليم، الشمال، كل المناطق اللبنانية الحمد لله كان في تفاعل وتجاوبوا معنا. الهدف الأساسي من هالبرنامج كان نقطتين. النقطة الأولى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. العلماء قالوا بأنه من تفسيرات قول الله تعالى بلسان قومه انه هذا الداعية يكون مع الناس، بين الناس، مشاكل الناس، هموم الناس. فكان الهدف الاول عنا انه نعكس شو في مشاكل عند الناس، نكون همزة وصل بين هؤلاء الناس وبين من بيده القرار انه يساعد على حل هذه المشكلة، وخاصة بامور الدين والامور الاجتماعية. النقطة الثانية كان هي خطوة تقريبية للناس لحتى نعمل تحبيب او نوع من اعادة تصحيح للصورة، صورة الداعية يلي للأسف وسائل كتيرة عم تشتغل على هدم هذه الصورة وكسر هذا الرمز. نرجع منقول كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، الله سبحانه وتعالى يجعله شهر خير وأمن وأمان وطاعة، وشهر إصلاح المفاهيم وتصويب مسار العمل. منقول بسم الله، توكلنا على الله، منبلش بالبرنامج. أحمد الخطيب، 38 سنة، صاحب مؤسسة تجارية، متزوج وعنده ولدين. سؤاله عن المعنى الحقيقي للعبادة. أحمد، بدي رحب فيك. أهلا وإن شاء الله دايما نلتقي على طاعة بإذن الله تعالى. أهلا. وبدنا نعرف الموضوع يلي بعدت لنا إياه، السؤال يلي بعدت لنا إياه. أهلا فيك شيخ، شرفنا. شكرا. وفرصة سعيدة. الله يخليك. السؤال هو كيف نعبد الله؟ نعم. أغلبية الناس بتفكر أنه العبادة هي الصلاة والصوم أو ما شابه ذلك، اللي مثل كل الناس اللي بتعرفهم، الفرائض يعني قصدك. هيدي الفكرة، صلاة، صوم، حج، زكاة، هيدول القصص هني واجبات. نعم. لا أكثر ولا أقل. هني من بعد هول القصص شو هني العبادة؟ يعني أنا اللي أحاول استنجو من كلامك أخونا أحمد، المعنى العام لمعنى عبادة الله، شو يعني عبادة الله؟ شو مفهوم عبادة الله سبحانه وتعالى؟ في أي كلنا بنعرفها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هيدي الآية أوضح دليل على صدق ما تقوله حضرتك. أنا صلاتي، كل العبادات، نسكي، كل ما أفعله من شعائر وما شابه، ومحياي ومماتي، حياتي كلها وبدي موت طاعة لله. وبالتالي مفهوم العبادة صحيح مثل ما حضرتك عم تقول، في عنا نوع من القصور فيه، في عنا نوع من التحديد، وهيدا يتعارض تماما مع الفهم الصحيح للدين. يعني اليوم لما تيجي انت تشوف بالقرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. العبادة حياة. وكمان إذا يعني الحمد لله رب العالمين، حضرتك عم تسأل هالسؤال، واضح من منطلق السؤال عندك بأنه أنت في عندك معرفة دينية وفي عندك مشاهد عم بتشوفها بالحياة، هي اللي عم تخليك تسأل هذا السؤال. نعم. اليوم الصلاة ما إلا بعد حياتي وأخلاقي؟ 100%. الحج نفس القصة، مزبوط. الصيام نفس القصة، الزكاة نفس القصة. بس وين المفهوم يلي نحن عم نعانيه؟
حضرتك تفضلت وقلت بانه عم بيحسوا بانه الفروض هي الاساس وما عم يعملوا شيء غيرها. يعني من اكثر الامور يلي صرت عم شوفها تقريبا بالسنتين او ثلاثه يلي مرقوا علينا، انه بيجي شاب لعندك او شخص لعندك بيقول لك والله يا شيخ الحمد لله اجى شخص شاب محترم طلب ايد بنتي، وشيخ الحمد لله بيصلي. شو يعني مثلا؟ هذا واجب، هذا فرض. تربحني جميل انه لا ما هذا فرضه، هذا يعني يصلي لله يصوم مش لله. لألنا. اللي هيدا الانسان اجى طلب ايد بنتي والحمد لله من اخلاقه بتعرف انه بتصلي، بقول لك يا ميت اهل وسهلا. هذا الفكره، بس انه بيصلي. فصرنا للاسف وصلنا لمرحله احمد حتى من يقوم بالفرائض بنعتبره شيء ضخم جدا، ضخم. هو النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاة والسلام كما اتى الدين غريبا سيعود غريبا. فسبحان الله صرنا لهالمواقف، بعتذر على هالتعبير صدق. يعني صرنا بعاد كثير عن رب العالمين. نعم، بعاد بكل المجالات. يعني بالاكل، هو مفهوم العباده بالنومه. طبعا هيدي الفكره سيدي، مفهوم العباده يلي حضرتك عم تسال عنه. العباده هي حياه الانسان. نعم، بكل بساطه وبكل اختصار، بالشراء، بالاكل، كل ما تفعله في هذه الدنيا هو عباده لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نعم، كل شيء يعني شوف، موضوع بده نتوسع اكثر، بس خليني اعطيك بعض الاساسيات ونتوسع ان شاء الله. زواجك عباده. نعم، تربيتك لاولادك عباده. حسن رعايه وحسن العشره مع زوجتك عباده. نعم، بر الوالدين عباده. علاقتك مع جيرانك عباده. هذا اللي بدنا نوصل له. نظافه الشارع عباده. تعطي صوره حلوه وحضاريه عن الاسلام وعن الدين عباده. الا تغش عباده. بدنا نتوسع وبدنا نفوت بتفاصيل اكثر لحتى نشرح ان شاء الله تعالى. احمد، رجعنا وكنا عم نقول انه في عنا تفاصيل كتيرة لازم نحكيها بموضوع المفهوم الصحيح للعبادة. اول تفصيلة، لا يمكن انه يكون في اكتمال لمعنى العبادة بحياة الانسان الا لما تكون العبادة مترجمة بمختلف امور الحياة. يعني ما في، يعني لحلك شغلة، شوف الحديث يلي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ فقال من بات وجاره شبعان. وحديث تاني، من لا يؤمن جاره بوائقه. شو يعني لا يؤمن؟ يعني ما حقق مفهوم العبادة بالمعنى الصحيح. وخاض على كل المجالات اللي موجودة حوالينا، إذا ما كان في انعكاس حضاري وأخلاقي وتربوي وتعليمي وثقافي وكل ما تريد على المجتمع بكل مجالات الحياة، يعني في عنا خلل بمفهوم العبادة موجود قدامنا حتى مع غير المسلمين. يعني الناس بتفكر بأنه العبادة محصورة بالمسلمين. أنت مأمور بأن تكون صادق فقط مع المسلمين؟ أكيد لا. السرقة حرام فقط من المسلمين؟ يعني في بعض الناس بيقول لك أنه هل أنا السرقة مسموح أن أسرق غير المسلم مثلا؟ أبدا. شوف هذه المفاهيم الخربة، هذا الفكر اللي أنا بسميه حول فكري. اليوم نحن عايشين بمجتمع في عنا فقه دولة. العبادة أن أكون عنصر فعال وعنصر إيجابي وعنصر مؤثر وعنصر عنده انعكاس أخلاقي بالمجتمع. لأنه في عنا كل الطوائف. طبعا طبعا يعني. أنت عايش بمجتمع. نعم. أنت ما عايش بلبنان، في اكثر من هيك. انت عايش برات لبنان ببلد اوروبي. نعم. شو بتعمل؟ نمشي مثل النظام. ليه هيك مفروض؟ طب ليه ببلدك ما بتعملها؟ لانه عندنا خلل بمفهوم العبادة. نعم، وهذا اللي حضرتك عم بتقوله. هو شوف، بدي وقف على نقطه. تفضل. انا على التعليم. تعليم، ففي حديث للنبي عليه الصلاه والسلام اول ما بلش يمكن رب العالمين، هو حديث نزول الوحي. نزول الوحي. نعم، لما قال له اقرا يا محمد. نعم، قال له اقرا يا محمد. نعم. فهي فكره اقرا. تعلم طبعا، لابد ان نتعلم. فهي فكره التعلم
توسع بالمفاهيم الحياة طبعا. فتعلم له كتير، مش نتعلم الصلاة ونصوم، الصلاة والصوم والحج، لأنه هول بنتعلمهم يمكن بساعة. هي الفكرة مثل ما حضرتك عم بتقول، العلم هو يلي بيخلينا نوصل إلى المعنى الحقيقي للعبادة. العلم هو يلي بيخلينا نشوف أثر العبادة بالمجتمع. الرجل يلي قتل 99 واحد كان عيان بني إسرائيل، فحب يتوب، راح سأل. إذا بتقرأ نص الحديث بقول لك فسأل عن عابد، سأل فدل على عابد، إنسان كثير العبادة. فقال له أنا قتلت، باختصار قتلت 99 نفس وبدي توب. أخينا عابد بس منه عالم ولم يحقق معنى العبادة العام بحياته. فشو قال له؟ هلا قاتل 99 نفس جاي تعمل لي بدك التوب؟ مالك توبة حبيبي، روح كمل عليه. قال خلص 99% ما بيفرقوا، قتله. رجع بده يتوب، فسأل، شوف الحديث شو بيقول لك، فدل على عالم. إنسان عالم مش عابد فقط، عارف شو معنى العبادة، إلى آخر الحديث. قال له من يقف بينك وبين الله إلى آخره. فالشاهد يلي بدي أوصل له بأنه هذا العابد لأنه ما حقق معنى العبادة، ما فهم معنى العبادة بالشكل الصحيح، وما عنده تعلم للعبادة، شو كانت النتيجة؟ مات، تسبب بقتل حاله. اليوم نحن ما عم بيصير في عنا، يمكن أنت الحمد لله الله يبارك لك وتشوفهم بأفضل ما يمكن إن شاء الله أولادك. أنت يمكن توصل لمرحلة بتخاف ظهر أولادك من البيت 100%. فبدنا نعلمهم، فهذا العلم بيصير عندهم سلاح، بيصير عندهم خلفية. بعدين في كمان في نقطة صغيرة، إنه قصة الخلفة. نعم. فأخذين هن الأسلام الله يهديهم، أخذين الأحاديث اللي بدهم إياها منا، قال الله وقال الرسول، كل واحد لصالحه. تكاثروا، تناكحوا، تكاثروا، إني مباهم بكم يوم القيامة. شوف، أنت عم تطرح قضية. فهي بدك تفضل. عفواً عفواً، يمكن هو بالعكس رائعة. بعدنا. لا رائعة. فنحن بتلاقي بكل بيت 5-6 أولاد أو 7 أولاد لا يحققوا معنى العبادة الصحيحة، والبي بيقبض صح معاشه قليل. هيدي من عدم حسن فهم العبادة، هيدي الفكرة. فوين بده يلحق يعلمهم دين ويعلمهم مدرسة؟ أنا حردل، يعني أنت حضرتك هلا تفضلت علينا وذكرت حديث صح؟ أنا ما حطول، حرد عليك بحديث لحتى نوضح للناس كيف إنه العلم يلي حضرتك أشرت له هو اللي بيعملنا هالمعادلة بتحقيق معنى العبادة. انت ذكرت الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا وتوالدوا وتكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. طيب بس النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال انه سيأتي عليكم أمة ما بعرف شو تدخلون كذا ويتكاثرون، سألوه أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل كثر ولكن غثاء سيل. شو يعني؟ طب كيف هون تكاثر وهون عم بيقول ايه كثر انتو؟ مرة بمجال المدح ومرة بمجال الذم، لان حديث النبي المقصود منه حسن النوعية وليس العدد. نعم، 100%. النوعية، انا بدي مسلم صالح، ما بدي 500 واحد ما بيعرفوا يعكسوا المعنى الصحيح للعبادة. فهيدا اللي بدنا اياه نحن، ونتمنى انه ان شاء الله هذا الفكر يلي انت حامله واللي عم تحكي عنه واللي عمل لك مشكلة خليك تتصل وتسأل وتعمل هالموضوع كله، ان شاء الله يكون موجود عند كل الناس، لحتى مسؤوليتي ومسؤوليتك انه نقدر نعمم هذا المفهوم ان شاء الله لحتى نصل الى مرحلة العبودية الصحيحة بإذن الله تعالى. بدي اشكرك واشكر فيكم انك استضفت عنا، شرفتوني. الله يخليك، وان شاء الله هذا الشيء يكون يمكن يلفت الأنظار. أكيد للناس، أكيد كل واحد عنده شغلة طيبة عم بيقولها، وبإذن الله سنجد الأثار بالمجتمع بإذن الله. ألف شكر. الله يجزيكم خير. شكرا. يلي بيفتح كتب الأحاديث النبوية الشريفة أو بيفتح حتى القرآن الكريم بيشوف قديه عدد النصوص يلي بتحكي على فضل العالم على العابد. بتعرف قديه المولى سبحانه وتعالى دعانا إلى التعلم حتى نوصل إلى معنى العبادة الصحيحة. المشكلة يلي نحن اليوم هي إنه وقعنا فيما حذرنا منه القرآن الكريم لما رب العالمين قال الذين جعلوا القرآن عضين. شو يعني عضين؟ يعني كل واحد بيقول هذا الموضوع بيناسبني عم بلتزم فيه، هذا الموضوع ما عم يناسبني، خي ما خص الدين بهالأمر. هذه الازدواجية بفهم العبادة أدت إلى عملية تشوه، وللأسف
لا تتناسب أبدا إن تكون موجودة بمجتمع أراد له المولى سبحانه وتعالى إنه يشتغل ليكون خير أمة أخرجت للناس. دكتور إبراهيم علم الدين طبيب أسنان ببيروت حب يسأل الشيخ بهاء عن زيارة طبيب الأسنان برمضان. دكتور إبراهيم علم الدين كيف صحتك أولا؟ الحمد لله ماشي الحال. حضرتك بعثت لنا في عندك سؤال يتعلق بالدومين تاع شغلك كمان. صحيح. وهو كان شو؟ كان عن شو المفترات عند طبيب الأسنان. نعم. بشغله اللي بيستعمله الأدوية اللي كذا أكثر شيء بخلال فترة الصيام. طيب خليني بداية نبلش بطريقة عكسية هالمرة. أنا بدي أسألك قديه بتشوف من خلال خبرتك وعملك كطبيب أسنان إنه الناس فعلا عندهم وعي بهالموضوع ولا لا بعد في شوية ضياع؟ ضياع كتير مش قليل. يعني مش بيدقوا لك مثلا بيقول لك حكيم أنا موجوع وبدي ساوي بس أنا صايم شو فيني أعمل؟ تيجي بتعطي بتشرح لهم طب أنت أكيد أو شيء مثلا إنه بليز تأكد لنا بده يرجع يتأكد هو هذا في ضياع بعد ايه بعدهم يعني بخاف بيقولوا لك خلص بتفتح لنا بعد الافطار ما فيك تفتح لنا بعد الافطار ما الافطار مأخر نعم تقعد تفتح صعبه السؤال الاول يلي مفروض ينسأل لحتى نكون مثل ما بيقولوا بينين بناء صحيح النقطه الاولى الضروره لزياره طبيب الاسنان في رمضان حنفصل كل وحده النقطه الثانيه شو طبيعه العمل يلي حيقوم فيه طبيب الاسنان وثلاثه حاله المريض النقطه الاولى قد ايه في ضرورة انك تزور طبيب الاسنان وهون خليني اقول من خلال حضرتك لكل يلي عم يتابعونا بانه اهل الذكر في هذا الموضوع هن الاطباء وليس المشايخ يعني انا ما في يتصل في شخص او اخت يقولوا لنا والله يا شيخ انا بدي اروح عند حكيم اسنان ومضطر اروح عند حكيم اسنان هذا الموضوع يفطر ولا لا يفطر بقول له مضطر ما انا اللي بحدد يعني فاسألوا أهل الذكر هوني أهل الذكر بهالحالة هو حضرتك طبيب أسنان فبدك تحدد أولا الحالة هل هو جاي والله رايحين بكرة نفطر عند خطيبتي بدي بيض أسناني عادي بقول له لا منا ضرورة والله رايحين ما بعرف لوين كنت عم فكر بركي نعمل شوية تجميل عادي منا ضرورة بس مثل ما عم تقول حضرتك لما يتصل فيك واحد الساعة 9 10 بالليل عنده حالة ألم شديدة جدا ما قادر يستحملها وفي وجع واخذ أدوية ما بيمشي الحال يقول لك لا هون صار في ضرر واضح تحول الإنسان من خلاله إلى أصحاب العذر فهيدي أول حالة بتمنى كل الناس تسألها قبل ما تروح عند حكيم أسنان برمضان اثنان طبيعة العمل يلي حيقوم فيه طبيب الأسنان يعني اليوم إذا إجا شخص بده يعمل عملية تنظيف هيدا التنظيف شو الأدوات يلي تستعمل فيه؟ هي عادة المكنة بتزت مي وبتعمل زبزبات لتكسر الجير وطبعا لما بتشتغل فيها بده ينزل شوية دم مع التنظيف وبالآخر في عندك طبعا في مكنة تانية بتستعملها بتزت مثل بودرة بتشيل قديه في إمكانية إنه يكون في بلع لهالمواد؟ هيدا الواحد قديش قادر هو يسيطر على نفسه مشان هيك عم نقول نحن بإنه انت يلي تحدد الضروره ما دامت الضروره تميل الى انه منا كتير ضروريه وفيها شبهه كبيره انا باجلها لبعد رمضان ولكن ما دام انت في عندك حاله الم شديده جدا ومضطر لزياره الطبيب وفي الام لا تحتمل مثل ما بيقولوا هون فتت بموضوع فمن كان منكم مريضا او على سفر انت عندك مرض صرت مضطر تروح الامر الثاني ما يحافظ على سلامه الاسنان كمان مطلوب برمضان صح. يعني مثلا موضوع فرشة الأسنان مطلوبة برمضان بتتعارض مع الصيام لا ما بتتعارض مع الصيام بيجي شو بيقولوا لك بس الحديث بيقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك على راسي وعيني والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك وصح ولكن ركزوا بالحديث لخلوف يعني رائحة فم الصائم عند مين
عند الله. عند الله مش عند البشر. فأنت لا ما بيأثر لما تيجي تستعمل فرشاة أسنان وأنت صائم، ما في أي مشكلة. النقطة الثالثة واللي هي كمان كتير أساسية، حالة المريض اللي جاي على حكيم أسنان. يعني إذا كان هذا المريض في شهر رمضان بده يجي على حكيم أسنان وهو خليني أقول لك بكل صراحة مثلي أنا مثلا، في سوء تفاهم بينه وبين أطباء الأسنان، منقول له لا ما تروح، أمور كثيرة تتناقض مع الصيام. يمكن لا والله، يعني أنا بعرف أشخاص مثلا طبيب أسنان عنده كأنه رايح يشرب فنجان قهوة، بقول لي إيه ممكن روح أقبع سمني وما عندي مشكلة، بقول له طيب أنت اللي تقدر. فالموضوع هو بالإجمال دكتور، ويمكن حضرتك تعرف الموضوع أخبر مني، أنه قدي في حاجة، يعني قدي عدد الأشخاص اللي بيجوا لعندك بشهر رمضان المبارك وما في حاجة كتير قوية. هلا في ناس بيجوا عادي كشغل روتيني عادي، وفي ناس بيجوا بسبب وجع. نعم، وقدي عدد يلي بيتحمل الوجع وما بيصير عنده مضاعفات؟ ما هو على حسب نوع الوجع، في اوجاع اللي هي الواحد ما بيقدر يتحملها ابدا، يعني حتى بيقول لك ما بياخذ مسكن مش عم بيسكن، بدك هون بدك تضطر تتدخل طبيا لتظبط الدرس لتشيل الوجع من قلبه لحتى يقدر ياخذ مفعوله المسكن. يعني هلا برجع بقول لك دكتور، هلا صرت انت ما يشبه المبلغ بهالموضوع، صار مفروض حضرتك وانا كمان ان شاء الله نضلنا عم نحكي بهالموضوع وتعطي انت هذا الموضوع للناس لحتى يكون عندهم علم بموضوع الصيام ان شاء الله تعالى. انا بدي اشكرك وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يبارك لك في عملك باذن الله. واياكم شيخ، زيارة طبيب الاسنان في شهر رمضان المبارك في كتير من الامور يلي لا تفطر. المشكلة الأساسية هي عند المريض نفسه، هل يتحمل؟ هل بده يفوت بمرحلة يصبح غير قادر على السيطرة على حاله؟ مشان هيك دائما منقول وحنرجع نقول إن شاء الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.